أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل: ما هي الكتب التي تشيرون بها في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ أسماء الله موجودة في القرآن، إذا قرأت التفسير عرفت معانيها من خلال التفسير، لأنها موجودة، موجود كثير منها في كتاب الله عز وجل، فاقرأ تفسيرها من التفسير، تفسير القرآن. وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له كلام حول الأسماء والصفات في تفسيره، أيضا في تيسير الكريم المنان. الشيخ الإمام ابن القيم له كلام فيها وشرحها في النونية نظما، وشرح في شروح النونية، وهناك شروح مستقلة كثيرة، القول الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، لكن بعضها يدخله التأويل، أي كلها موثوقة إلا إذا كان المؤلف لها من يمشي على عقيدة السلف، أما إذا كان أشعري أو معتزلي فإنه يؤولها ولا يعتمد عليه. نعم.